يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله: هل نحن عندما نقرأ هذه السورة نتدبر هذه المعاني أو شيء منها في الغالب؟ لا، لو تدبرنا لحصل لنا خير كبير. إذن هذه السورة 7 مثاني وفيها كل ما في القرآن، حتى ذكرنا لكم أن فيها إشارة لخلافة الصديق، أنواع التوحيد 3، مستحبات الدعاء، الثناء على الله، توحيد الربوبية موجب لتوحيد الألوهية، نعم، حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، الجمع بين الشرع والقدر، التحذير من الفرق الضالة، وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم، الاجتماع على الافتراق، الإيمان بالقضاء القدر، مراتب الإيمان بالقضاء القدر 4، كفر من صرف شيئا من العبادة لغير الله، وفيها تتعب وتخرج فوائد من هذه السورة لا تنتهي. أركان الإسلام، الإيمان، الإحسان، كل هذا موجود في هذه السورة. فنتأمل ونتدبر، ماذا نصنع؟ من اليوم تبدأ وانت تقرأ الفاتحة تستشعر، وانت ماشي تقرأ وتستحضر، تسمع تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى، وتبدأ تسأل، لأن من أسباب تذكر العلم السؤال والجواب، وهي طريقة نبوية. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رضي الله عنه، قال: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب على صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. مفهوم السؤال والجواب طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. هل تدرون ماذا قال ربكم؟ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ بهذه الأمور حتى نغير مجالسنا الآن، يعني نستطيع في مجلس كما الآن، يعني قد يعني تقول ممكن ربع ساعة فسرنا الفاتحة الحمد لله، نستحضر نراجع، تثبت عندنا تفسير الفاتحة، ثم بعد هذا تمشي.